الفرد اللي ما إلى أخلاق ما إلى قيمة، مو فقط عند الله حتى عند الناس. أنتوا خلي يكون واحد في نظركم قمة في العلم، لكن إذا شفتوا أخلاق ما عنده، إذا شفتوا متكبر، إذا شفتوا متعجرف، يسقط في نظرك. فليكن حتى الآخر، الآخرة مو منوطة بالعلم، العلم مؤثر، لكن عالم ما إلى أخلاق وخلوق ما عنده علم، عالم ما إلى أخلاق ما إلى قيمة عنده. بل في الحديث لا يزداد عن الله إلا بعدا، سما أتذكر الرواية، عالم لا يعمل بعلمه. أما واحد خلوق ما عنده علم، هذا له قيمة كبيرة عند الله. حتى إذا كافر، الكافر اللي عنده أخلاق الله يثمن له هذا الموقف. ولذلك أكو في أحوال حاتم الطائي كما ينقل أنه في بيت لا تحرقه النار، الله يحب الأخلاق، البشر يحب الأخلاق.